حرامية وبكحين. والله يا العظيم حاجة تضحك، حرامية ومظبوط عليهم انهم حرامية بالدليل وبكحين. طب لو ما تلمتوش بعد الاستبعاد والطرد ملفاتكم الوسخة تحول النيابة. لا ده مش تحذير، ده في ناس من النهاردة اتحولت فعلا ملفاتهم النيابة. مش وعدتكم هتنضف؟ والله هتنضف. مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج بوش مع الجريء. اعتذر للتاخير اليوم ولكن بحاول اكون معاكم كل يوم في الفتره الحاليه عشان نقول الجديد والمفيد، وحاولوا معايا نشر الفيديوهات علشان المعلومه الصحيحه تصل لاكبر قدر ممكن. قبل ما نبتدي ونقول الحكايه والملفات، وهقول لكم بالارقام مفاجات في نهايه هذا الفيديو، لكن خلينا الأول نسمع أهم القرارات. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصدر القرار رقم 358/2023 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد الرئيس بمحكمة استئناف اسكندرية نائبا عاما اعتبارا من 19 سبتمبر 2023، وتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد حامد فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية. معنى الكلام إيه؟ بجملة صغيرة، هتنضف 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 هتنضف. الناس دي اللي جاية دي بالقدرات دي بالشكل ده هيفتحوا ملفات خطيرة جدا، فيها ملفات رياضية هتكون صاعقة، مش هقول أكتر من كده. قبل ما ندخل في الحكايات والفساد والبلاوي والحاجات اللي وصلت للنيابة وقصة اتحاد الكرة والقصص إياها، خلينا الأول نقول إن الزمالك عارف اليوم هيلاعب مين في الكونفدرالية الإفريقية. هيلاعب فريق أرتا سولار الجيبوتي. الزمالك هيخوض مواجهة الذهاب أمام بطل جيبوتي يوم 17 سبتمبر خارج مصر، والعودة إن شاء الله في القاهرة أول أكتوبر. الزمالك إن شاء الله يعديه وبعدين يدخل على طول في المرحلة التالية مباشرة إلى هي الدوري المجموعات. بطولة إحنا عايزينها في وقت صعب جدا. طيب بطولة إحنا عايزينها في وقت صعب جدا، يعني أقول إيه؟ الأهلي كان عامل احتفالية والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلع الكلام كتير، في اللي ليه وفي اللي ما عليه، يعني بصور على جمله واحده بيقول الموسم ده الاهلي خد اكبر كميه من البطولات على مستوى انديه العالم. البركه في مين؟ البركه في اللي كل الاهلاويه زعلانين انه مشي. ليه؟ ما هو كان بيخرب في الزمالك وبيخرب في الدنيا كلها لمصلحه المنافس التقليدي، عشان كده الاهلاويه زعلانين انه مشي وعايزين يرجع باي طريقه عشان يواصل خراب وينزل الزمالك الدرجه مش الثانيه الثالثه. على كل حال النهاردة كمان كان في اجتماع مهم جدا عقده اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المحترم جدا اللواء حسن موسى. راحوا اتحاد الكورة وقابلوا المدير التنفيذي لاتحاد الكورة واللي هو وليد العطار، وسألهم مباشرة عدة أسئلة ومحتاجين الأوراق، عايزين يعرفوا المبالغ المالية اللي تم تحويلها مؤخرا لنادي الزمالك عن طريق حساب بنكي خاص، واتكلموا معايا كمان في بعض المواضيع اللي تخص نادي الزمالك. مفهومة ولا مش مفهومة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ كمان بيسألوا على الأموال اللي جت لنادي الزمالك عن طريق اتحاد الكرة. مش هنتكلم، الحدق يفهم ايه اللي كان بيحصل في الفترة الأخيرة، والناس اللي مش مصاصي دماء مصاصي فلوس جاي لكم. تحت شعار عودة بعبع أمير مرتضى، حمادة أنور مرشح بقوة للعودة لنادي الزمالك. تردد اسم حمادة أنور الفترة الأخيرة، وحمادة أنور كان الناس عارفة إن هو مدير إداري ناجح، كان الأول مش في الفترة الأخيرة بعد ما رجع المعزول بحكم القضاء، لا في الفترة الأولانية كان حمادة أنور هو اللي بيعمل الشغل والتاني بيلزقه لنفسه، فبعد ما الناس عرفت قدرات حمادة أنور طفشوا من النادي، وعشان ايه يبقى هو بقى المدير والمشرف والكلام ده. الناس اللي بتوع الكوره كلهم عارفين ان حماده انور بعبع
امير، لانه راجل بيشتغل التاني بينام وده اللي بيشتغل. فعلى كل حال اذا عاد حماده انور اهلا بيه. طبعا حماده انور شغال في اتحاد الكره في المنتخبات الوطنيه. نتمنى احنا عايزين اي حد من ولاد الزمالك الناجحين يشتغلوا في ناديهم مره اخرى بعد السواد والغم. وهقول لكم الارقام السواد والغم بعد شويه، تقولوا اسمعوا ارقام عشان الناس اللي لسه بتدعم المعزول تعرف ان هم يعني كان الله في عونهم، ربنا يشفيهم. يعني النهارده اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك خدت قرار جميل جدا في مساعي الاصلاح والتنظيف. واحنا القرار ده طالبنا بيه من اول يوم، قلنا لهم نظفوا، قلنا لهم على حاجات، والناس ماشيه روعه الروعه روعه الروعه. اول حاجه وقفوا وطردوا ومنعوهم من دخول 10 موظفين من رجال المعزول. الاسماء هي كالتالي اللي تم منعها من دخول النادي: اولا محمود خالد اللي هو جوز اخته، رئيس الشؤون القانونيه، مدير التنفيذ السابق. قصه كبيره جدا جدا من الفساد. محمود خالد جوز اخته، جوز اخت المعزول، بره، منع من دخول النادي، اسمه على النادي. واحنا بقول للعشره دول والغيرهم، والله اللي مش هيتلم ورقه هيروح للنيابه، مش ورقه يعني، ورقه مخالفاته البلاوي. وفي ناس من النهارده راح وراهم النيابه، والنيابه المره دي مش هتهزر، تعالى روح ادخل. وانا زمان لو رجعوا الفيديوهات زمان وانا قلت والله هتبقى اكبر قضيه فساد اثناء ما كان المعزول بيحكم وبيعمل، قلت له والله شوفوا اكبر قضيه فساد، وفي ناس هتدخل السجن مش هتطلع منه غير متوفاه بسبب السنين الطويله اللي تاخدها احكام. وانا لسه بقول ليام ما بيننا. فنمره واحد محمود خالد في العشره اللي اتمنعوا من الدخول واتطردوا. الثاني محمد حنفي سكرتاريا رئيس نقابه العاملين. الثالث حسين كمال مدير اداره المشتريات. شريف حسين مدير اداره العقارات. مصطفى يحيى نائب مدير امن النادي. وليد بخيت مدير شؤون العاملين. طارق اباظه مدير النشاط الرياضي. هاني عباده هو بيقول على نفسه مدير الامن، وطلع ان هو ليه قرار مدير الفرع 6 اكتوبر جاي له بعد قليل، هحكي لكم قصه. ومحمود عسال طبعا اللي جابه من قناه الهجس اليوم، شغله المستشار القانوني للنادي. وايهاب خضر مدير اداره الاشتراكات. محمود العسال ده كمان قصه كبيره قوي قوي قوي. ده عامل شركه امن وبياخد مبالغ ضخمه بالملايين، الملايين بتظهر للناس دي بس ما تظهرش. يعني هو مستشار قانوني بمبلغ ضخم جدا شهريا، وده شغله في النادي، ما كانش بيعمل اي حاجه غير صفقه مقابل ان كان المعزول في فتره من الفترات بيطلع في قناه الهجس اليوم. كمان عمل شركه امن واللي كان بتبلطج على الاعضاء طبعا، وبياخد من النادي مبالغ ضخمه جدا جدا. هترجعها يا عسال غصب عنك، وبطل تنطيط احسن، يعني فضايحك هتبقى بجلاكل، بطل تنطيط احسن. السيد هاني عباده بقى معين على الورق مدير فرع نادي الزمالك في 6 اكتوبر، طبعا انتوا عارفين فرع نادي الزمالك في 6 اكتوبر اللي كان مليء بالقمامه. لما منعه كان واقف طول النهار على بوابه النادي بيحاول قبل ما انسى بنقدم خالص العزاء للكابتن محمد اشرف رؤى لاعب الزمالك في وفاه عمه، خالص العزاء. فهاني عباده قال لك انا بخدم النادي وانا مش عارف ايه ده، يعني انت بتقبض من غير ما تشتغل في اي فرع 6 اكتوبر؟ المدير النادي فرع 6 اكتوبر بينوم. على كل حال اتمنع من دخول النادي. تاني وقف قدام الباب فتره كبيره، لو قدرت اجيب لكم صورته وهو قدام الباب هحطها لكم تكون قدامكم في هذا الفيديو، يكون حديث الساعه. من ضمن الفساد اللي لقوا ان فلوس بتطلع بالخزنه باوامر المعزول بدون اي ورق. فالنهارده اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك قررت فصل مدير الخزينه من النادي واعالته للنيابه فورا. ده اللي بقول لكم عليه، اللي هيعمل كده كده النيابه، والنيابه بقى هي تتصرف معاه. جاء ذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات الماليه الضخمه عليه وفق اداره الزمالك، هي مخالفات مرتبطه بحكم وظيفته. من ضمن هذه المخالفات المخالفه اللي فرضت بها قناه الجريء قبل ما تتعين اللجنه بيوم، هي صرف 3 شهور لعدد موظفي عدة قطاعات اللي كان بيشرف عليها المعزول. قبل ما تتعين من اللجنه بيوم احنا طلعنا انفردنا بهذا الموضوع، وقلنا الحقوا ده بيلحقوا بيسرقوا فلوس النادي قبل ما تيجي لجنه جديده. ارجعوا للفيديو لو عايزين تفاصيل. كما قام بصرف راتب الفلوس اللي سرقت دي بدون قرار مجلس اداره، بدون ورق، بدون اي حاجه. كمان صرف راتب شهرين
لنفس الأشخاص دي بشكل منفصل دون باقي موظفين وعمال النادي الذين لم يقاضوا أي أجور. كمان صرف مبلغ 750 ألف جنيه لشركة الأمن الخاصة التابعة للنادي والتي يمتلك إلا يمتلكها المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك. 750 ألف بدون أوراق بدون قرار مجلس إدارة لشركة أمن تابعة للعسال. عرفتوا الميغة؟ عرفتوا ليه هم كانوا لازقين في الكراسي مش عايزين يتحركوا؟ عرفتوا يا جعجعين يا اللي بتدعموا الشماتين ان انتوا بتدعموا شويه حراميه؟ على كل حال العسال جاله امر النهارده باعاده هذه المبالغ للنادي هو والراجل ده تقريبا 2 مليون اتلعب فيهم في الساعات الاخيره لازم يردوها، اذا ما ردوهاش في كلام تاني. اداره نادي الزمالك كمان منعت السيد طارق اباظه مدير الشرط الاجتماعي بالنادي السابق طبعا من دخول النادي، منعه من دخول يعني انا شايف ان هي قرارات تنظيف. بس بنسال بس الاداره الجديده عملتوا ايه في موضوع الكاميرات السريه اللي متركبه كل حته حتى التواليتات واللي ما زال هناك في مكتب في مكتب المعزول في ناس قاعده بتصور كل حاجه للنهار. وانا بقول لك يا رئيس اللجنه عندك في مكتبك كاميرات سريه. يلا العسل بقى نشر مقال على الفيسبوك وبتاع، انا بقول له خلي بالك من نفسك انت برضو بيتقال قبل اسمك المستشار، انت طبعا مستشار ولا حاجه، انت مستشار قانوني يعني، فخلي بالك احسن اللقطه شديده المره دي فخفته. وقعد يقول لك انا حاولت اتواصل معاهم واشرح لهم امور قانونيه واساعدهم وايمانا مني مش عارف ايه وايه. على فكره العسل اهلاوي عشان الناس تعرف. فساد كتير وكلام كتير، بس قبل ما ادخل عليه عايز اعلق على موضوع مهم جدا. السيد عمر هريدي المرشح المحتمل لرئاسة نادي الزمالك كتب تويتة مهمة جدا جدا على الفيسبوك بيقول فيها لن تمر الصفقة المشبوهة لمنح أرض الزمالك لمستثمر ونقل الأنشطة الرياضية لفرع أكتوبر، تحذير لكل مجموعات رجال الأعمال. احنا الكلام ما بناخدوش بقى، تحذير لوزير الشباب، تحذير للجنة الموجودة، تحذير لأي حد. النادي الزمالك له رجال يستطيعون يدافعوا عنه في أي وقت، بلاش صفقات مشبوهة. احنا نعتبر كلام هريدي حتى الآن هو مجرد كلام يتمنى أنه يحصلش. كل التحية والتقدير طبعا لكوماندوز اليد اللي بيعملوا إنجازات في الوقت اللي كان فيه ناس عايزة تنهيهم وتقضي عليهم، كل التوفيق ليهم والتوفيق في مباراة قبل النهاية. كمان بقدم التحية لرجل أعمال الزمالكاوي هاني بيرزي اللي تدخل بشكل قوي جدا لبقاء زيزو وتجديد تعاقد فتوى، اعتقد ان هو هيديلهم فلوسهم اللي اكلها عليهم المعزول واولاده والناس اللي شغالين، واعتقد ان دي بادره خير للتجديد بقاء زيزو. الناس اللي بتسال بقى واللي كان بيدافع عن حقوق الزمالك واللي جاب واللي جاب، هقول لكم شويه ارقام كده في السريع عشان مش فاضي. على اهدار المال العام في عهد الموسيقار أصغر مؤلف أقاذيب في العالم، في عهده ولا عهده ولا بتاع اشترى لاعب اسمه شريف علاء من المقاولين العرب 8 مليون جنيه وبعد شهرين مشاه ببلاش. جاب لاعب اسمه عبد الله السي من المصري ب 15 مليون جنيه واستغنى عنه ببلاش، ثم بعد كده عاد شراءه ب 9 مليون جنيه وبعدين أعاره لاتحاد الشرطة ب 500 ألف جنيه ثم رحل ببلاش. محمد بازوكا اشتراه من الشرقية للدخان 8 مليون جنيه ثم أعاره للاتحاد ب 650 ألف جنيه ثم الرحيل مجانا. أحمد حسن مكي اتشراه من حضرة الحدود ب 6 مليون جنيه ثم رحل بعد موسم مجانا. محمد عادل جمعة اشتراه من مصر ب 6.5 مليون جنيه ثم رحل مجانا. حمادة طلبه استعاره من المقصة ب 1.5 مليون جنيه ثم اشتراه من المقصة ب 7 مليون جنيه ثم رحل مجانا. إبراهيم عبد الخالق اشتراه من سموحة ب 8 مليون جنيه وتم عارته لدجلة بعد موسم 350 ألف جنيه ثم عارته المقاولين ب 450 ألف جنيه ثم راح المجان. أسامة إبراهيم اشتراه من إنبي ب 5.1 مليون جنيه ثم راح بعد ذلك مجان. محمد رمضان تم شراءه من بتروجيت ب 6 مليون جنيه ثم راح بعد 5 شهور مجان. صلاح عاشور تم شراءه من إنبي ب 3.5 مليون جنيه ثم راح بعد 7 شهور مجان. أحمد دودار تم شراءه من اتحاد الشرطة ب 2.5 مليون جنيه ثم رحل مجانا. بنيامين شمبونج تم شراءه من الداخلية 2.2 مليون جنيه ثم رحل مجانا. رمزي خالد تم شراءه من الاتحاد 6 مليون جنيه ثم خرج اعاره المقاولين ب 250 الف جنيه ثم اعاره الاتحاد ب 250 الف جنيه
ثم رحل مجانا. مؤيد العجان تم شراؤه من نفط الوسط ب13.5 مليون جنيه، ثم رحل بعد موسم مجانا. بهاء مجدي تم شراؤه من الاسماعيلي ب7.5 مليون جنيه، ثم رحل بعد موسم مجانا. باسم مرسي تم شراؤه من التاج الحربي ب12 مليون جنيه وشويه اعراض، ثم رحل مجانا. ايمن حفني تم شراؤه من الجيش ب10 مليون جنيه، ثم رحل مجانا، ثم تم استعادته مره اخرى، ثم رحل مجانا. حسام باوري تم شراؤه من سموحه ب6 مليون جنيه وشويه اعراض لمده موسمين، ثم الرحيل مجانا. احمد داوودة تم شراؤه من مقص 7 مليون جنيه وشويه اعراض لمده موسم، ثم الرحيل مجانا. محمود دونجا تم شراؤه من مقص ب6 مليون جنيه لعب موسم وعار موسم، ثم رحل مجانا. احمد مدبولي تم شراؤه من النصر التعديل 2.5 مليون جنيه لمده موسمين، ثم رحل مجانا. اسلام جمال تم شراؤه من الجيش ب4.5 مليون جنيه شويه اعراض، ثم رحيل مجانا. حمدي النجاس تم شراؤه من نجم الساحلي ب12 مليون جنيه، ثم رحل مجانا. كابونجا كاسونجا تم شراؤه من الاتحاد ب15 مليون جنيه، ثم رحل مجانا. على فكره كان لاعب كويس. احمد كابوريا تم شراؤه من مصر ب8.5 مليون جنيه، ثم رحل مجانا. فرجاني ساس تم شراؤه من النصر ب88 مليون جنيه، ثم رحل مجانا. ده بالنسبه للاعب. احكام خدها بسبب اخطاء. طبعا اللعيبه دي هم اللي اشتروها. انا بقول اللعيبه دي هم اللي اشتروها، هم اللي اختاروها عن طريق الولد الفز اللي عمره ما لعب كوره وفجاه لقيناه المشرف العام على الكوره. شوفوا بقى الغرامات اللي خدناها بسببهم. تم الحكم على الزمالك بغرامه 1 مليون يورو في قضيه محمد ابراهيم. تم الحكم على الزمالك بغرامه 6,600 ألف يورو في قضيه اللاعب الاردني خالد سعد. تم الحكم على الزمالك بغرامه 900 ألف دولار في قضيه بنيامين اشبون. تم الحكم على الزمالك بغرامه 662 ألف يورو في قضيه كريستيان جروس. تم الحكم على الزمالك بغرامه 2,070,000,000 دولار في قضيه خالد بوطيب. 2,070% يعني في قضيه خالد بوطيب. تم الحكم على الزمالك بغرامه 470 ألف دولار في قضيه باتشيكو. تم الحكم على الزمالك بغرامه 8 مليون جنيه في قضيه مع يوسف معروف يوسف او يوسف معروف. تم الحكم على الزمالك بغرامه 900 ألف دولار في قضيه شيكابالا. تم الحكم على الزمالك بغرامه 80 ألف دولار في قضيه اليكس كوستا. تم الحكم على الزمالك بغرامه 1.2 مليون دولار في قضيه جونيور اجوجو. تم الحكم على الزمالك بغرامه 1.2 مليون دولار في قضيه اليكس موندومو. تم الحكم على الزمالك بغرامه 700 ألف دولار في قضيه كريم الحسن. تخيلوا حجم المال العام. اقول كمان ولا كفايه؟ اقول كمان ولا كفايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عايز اطول على حضراتكم، احنا متابعين وان شاء الله هتنضف ان شاء الله هتنضف هتنضف. ومش الزمالك بس، الزمالك وحده كتير. اراكم على خير غدا باذن الله.